بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا في هذا اليوم مع انطلاقة هذه القمة العالمية للتسامح أن نرفع أسمى آيات التبريكات والتهاني لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليل بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة التي حملت من أول يوم في تكوينها موضوع من أهم المواضيع التي يجب أن نركز عليها، وهو قضية التسامح. نعيش على أرض دولة الإمارات المتحدة، ونحن لله الحمد ننعم بأمن واستقرار، وفي نفس الوقت ننعم بهذا التجانس الغير المسبوق على المستوى حتى الدول. والرسالة الموجهة من دولة الإمارات المتحدة، ونحن مقبلون كذلك على يعني احتفالاتنا باليوم الوطني الذي يعني دائما وأبدا سمة بارزة في دولة الإمارات، أن الجميع على هذه الأرض يشارك في هذه العملية، وليست يعني مشاركة من خلال تشريع أو قانون، ولكنها من خلال دعوة واضحة أن الجميع مشارك في هذه العملية، والجميع له الدور في قيام مثل هذه الدولة والاستمرار فيها. الجانب الآخر، نعزز جانب من جوانب مهمة وهو متعلق بالشباب. الشباب هم الركيزة الأساسية بالعمل، وهذا المستهدف قد يأتي من خلال المؤسسات التعليمية على جميع مراحل، من البدء في المراحل الابتدائية وانتقالا إلى المراحل العليا الأكاديمية. وفي نفس الوقت المستهدف الأساسي كذلك المرأة، لأن المرأة هي يعني البذرة التي تستطيع أن تقدم كل ما لدينا من أهداف في هذا الجانب، خصوصا إذا دركنا محضن للعمل وهو الأساسي الأسرة وكذلك المدرسة. فهؤلاء المكونات موجودة عندنا في دولة الإمارات المتحدة، تحظى بالرعاية دعم المرأة وتمكينها، وكذلك الرعاية المتواصلة في عملية التعليم، خصوصا إذا أدركنا أن هناك مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة. اليوم كنا في لقاء مع عدد الجامعات الموجودة على مستوى دولة الإمارات المتحدة، فيها أكثر من 44 جنسية في هذه المدرسة، لكني أنا أطلقت شعار واحد، الكل جنسية واحدة، هي جنسية دولة الإمارات المتحدة. لهذا السبب أبارك للجميع من شبابنا والقائمين على العمل، ولا ننسى دور القيادة الرشيدة التي دائما وأبدا هي السند لكل ما يمكن أن نقدمه ونأخذ من القرارات. دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذج ولله الحمد، والجميع الآن موجودين تحت مظلة واحدة من جميع أقطار العالم، يقدمون ما لديهم من تجارب وكذلك ما لديهم من ممارسات تعتبر يعني من أفضل الممارسات للجميع، يعني نقدم لهم الشكر والتقدير، وفي نفس الوقت نتمنى لهم إقامة سعيدة، وأن يخرج الجميع من دولة الإمارات العربية بانطباع انطباع انطباع أسس له المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، والآن المسيرة تستمر والبركة في الشباب.